اندلع حريق في غابة عند سفح جبل بنتيلي في الضواحي الشمالية لأثينا، حيث هدد المنازل حسب ما أفاد رجال الإطفاء والسلطات المحلية. وبعثت السلطات برسائل على الهواتف النقالة لأهل المنطقة التي طالها الحريق تحذرهم بضرورة أن يكونوا جاهزين لاتباع التعليمات، لكن لم تصدر أوامر إخلاء بعد. وقالت السلطات إن الحريق خرج عن السيطرة وأنه امتد مسافة عدة كيلومترات، ويشارك 74 إطفائي مدعومين بخمس مروحيات وخمس طائرات لرش المياه في جهود إخماد الحريق، لكن رياحا سرعتها 38 كيلومتر بالساعة تعرقل تلك الجهود.